فقره دلوقتي اسمها بدون مساومه. المساومه جزء مهم موجود على اي ترابيزه تفاوض، الا ترابيزتي ما عليهاش مساومه، ما فيش فيها مساومه، بالذات في الفقره دي هتجاوب على كل الاسئله اللي هنسالها لك. جاهز؟ يلا. طيب هعرض عليك شويه صور وهتقول حقيقه شخص كل صوره بتظهر قدامك، تمام؟ يلا. اول صوره معانا حسن شاكوش، حقيقته ايه من وجهه نظرك؟ في حقيقه إيه؟ الشخص في ايه بالظبط؟ هو مين؟ اوصفه، قول حقيقته. انت شايف حقيقته ازاي؟ هو انسان نجح، بس يا ريت يعدل من نفسه ويشوف ايه اللي ناقصه واللي لازم يعمله. ايه اللي ناقصه؟ ناقصه حاجات كتير. ايه الحاجات الكتير دي؟ حب الناس، لازم تخلي الناس تحبه. الناس بتكرهه؟ انت شايف الناس بتحبش حسن شاكوش؟ امال الارقام اللي بيعملها دي بيعملها ازاي؟ مش شرط ارقام بقى حضرتك، انا مش بتكلم على ارقام على اليوتيوب. ما بتكلم على ايه؟ بتكلم على الناس في الشارع. ما بتحبوش؟ لا. ده من وجهه نظرك. ممكن لا يكون شايفه. انا بسمعه حضرتك. اللي انت بتسمعه؟ طب ما يمكن الناس اللي حواليك بتسمعك كلام؟ كله. مش ايه الناس بتقول ايه بقى؟ مغرور، مش جدع، مش كويس، مش عارف ايه، بيتكبر علينا، بيعملها علينا. دي وجهه نظرك. دي اللي انا بسمعه حضرتك، مش وجهه نظري. طيب نشوف الصوره اللي بعدها. الصوره اللي بعدها عبد الباسط حموده. طبعا عسليه. ده عسليه بقى. ليه ده عسليه؟ اشمعنى عبد الباسط حموده قلت عليه عسليه؟ طبعا ده نجم كبير، وانا واحد من الناس، انا كنت بسمعه وانا صغير. طيب الصوره اللي بعدها. الهضبه عمرو دياب. عمرو دياب اسطوره طبعا. اسطوره، ولما يكون حد في سنه لحد دلوقتي بيحقق نجاحات يبقى ده اسطوره. هو طلع عليه الهضبه وهو هضبه. سمعت لما الاستاذ الملحن الكبير حلمي بكر قال عليه مغني مش مطرب؟ هو ما بس هو فين دلوقتي؟ شايف ان الكلام ده مش مظبوط. نعم. طيب الصوره اللي بعدها. تامر حسني. بحبه. بتحبه ليه؟ انسان محترم وذوق اخلاق. ورايك فيه ايه؟ حقيقته ايه من وجهه نظر؟ حقيقته كويس طبعا. انت شايف ان هو اخلاق وذوق وايه كمان؟ وهو كان حابب اللي هو ساعدنا. يساعدكوا ازاي؟ هو محترف بالفن بتاعنا. تحب تعمل دويتو مع تامر حسني؟ انا احب، بس اللي يقف معانا. يقف معاك ويعمل ايه؟ يعني يشوفوا حل لموضوعنا. هو ممكن يحله؟ هو بايده ايه حل؟ يحل، هو مطرب كبير وهم بيحبوه، فلازم المطربين دي لازم تقف تحل الموضوع، تساعد اللي عارف يساعد.